في الفترة اللي فاتت عملنا مذكرات كثيرة واخدنا موافقة من المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء التحصيلي على الطلبة بتوع تالتة ثانوي. اللي احنا ضمنينه هو هذا القرار يعلم على بقية أولادنا. يعني الطلبة بتوع تانية ثانوي وأولى ثانوي لما يوصلوا للثانوية العامة يبقى مطلوب منهم نفس الطلبات اللي مطلوبة من أولادنا بتوع السنة دي. Thank you.